إذن مرحبا بكم أعزائي الطلاب بجامعة بنزور الفصل السادس علم اجتماع في وحدة السياسات الاجتماعية. إذن المحاضرة الثالثة سأخصصها لتناول محورين أساسيين. المحور الأول ويتعلق بتطور النظريات الاقتصادية في علاقته بالسياسات الاجتماعية وأنماط السياسات الاجتماعية. والمحور الثاني بالطبع سنتناول من خلاله السياسات الاجتماعية. إذن بداية يمكنني أن أنطلق من بعض التعاريف الخاصة بالسياسة الاقتصادية، وهذه التعاريف هي تسير في اتجاه أن السياسات الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية على مستوى وطني وتهدف لتحقيق جملة من الأهداف، وتعتمد على مجموعة من الآليات، ويكون من أهم أهداف هذه السياسات الاقتصادية هو التأثير على الوضع الاجتماعي وعلى مدى متوسط أو طويل أو نسبيا. إذن هناك توضع واحد المجموعة من المشاريع الاجتماعية، وهذه المشاريع تتكون إما المدى الطويل، المدى المتوسط، أو أحيانا تتكون استعجالية، بعض المشاريع اللي هي استعجالية، وبطبيعة الحال المشروع يتطلب تمويل، وهذا التمويل هو يأتي من ميزانية الدولة، وما نصطلح عليه بالسياسات الاقتصادية. ويكون الهدف كذلك من هذه السياسات الاقتصادية هو معالجة أوضاع معينة، ويمكن التمييز بين السياسات الاقتصادية الظرفية، تكون في ظرف معين، ظرفية لزمن معين، والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية على مدى القصير، ثم السياسات الاجتماعية الهيكلية مثل الفلاحة، الصناعة، التجارة، وهذه تهدف إلى معالجة أو تغيير بنيات اقتصادية بشكل كبير يعني وبشكل أساسي. وتمثل السياسات الاقتصادية إذن قرارا وحيدا أو قرارات متفرقة ومتناقضة في بعض الأحيان، بل لابد من أن تنصب كلها في مجال أهداف السياسات الاجتماعية، كما أنها تستند على نوعين من الآليات: آليات خاصة ويتعلق الأمر بتكوين المعرفة بالوضع الاقتصادي، إذن هنا لابد من الإحاطة بالوضع الاقتصادي، جمع معطيات، معلومات إلى غير ذلك، وهذه الأمور تحدث أو تتأتى من خلال الإحصائيات والدراسات التي تنجزها بشكل دوري مؤسسات متخصصة في هذا المجال. هناك بنك المغرب، هناك مركز تحليل الظرفية، مندوبية السامية للتخطيط، المحاسبة الوطنية، هذه كلها أمور أو كلها مؤسسات تجري أبحاث ودراسات وإحصائيات حول الدخل، حول الأجور، حول نشاط المقاولات، حول السكان الناشطين، السكان غير الناشطين، نسبة البطالة إلى غير ذلك. فهذه كما أنها تجري بين الفينة والأخرى أبحاثا، تدخل في مناقصات، يعني تدخل فيها مكاتب دراسات وتجرى هذه الدراسات بالنسبة لوزارة السكنة، وزارة التي تشرف على الأسرة والوضعية الاجتماعية إلى غير ذلك من القطاعات، تشرف على أو تنجز دراسات ميدانية لكي تحدد الوضعية الاجتماعية، لأن هذه الوضعية الاجتماعية تتحكم في قرارات أو في صناعة السياسات الاقتصادية، والتي بدورها تتحكم في صناعة السياسات الاجتماعية. يحيل وجود سياسة اقتصادية على تدخل الدولة والتأثير في المجرى الطبيعي للحياة الاقتصادية، سواء عن طريق التأطير
أو التدخل المباشر. وهذا ما يبرر بالتحديد الحديث عن دور الدولة في المجال الاقتصادي من جهة، والدور الذي تمنحه إياه مختلف النظريات الاقتصادية من جهة ثانية. إن هدف جميع الدول هو ضمان معدل اقتصادي مرتفع أو زيادة كمية المنافع والخدمات الموجهة للمستهلكين، وهذا يتأتى انطلاقا من النمو الاقتصادي. وبالتالي فالنمو الاقتصادي ليس هدفا في حد ذاته، فالعديد من الدول حققت نسبة نمو اقتصادي مرتفعة بمعدل 6 أو 7%، مثلا البرازيل في بداية الألفية التالية دون أن تتمكن من تقليص الهوة الاجتماعية. إذن بالرغم من برازيل يعني عنده نمو اقتصادي، ولكن الهوة الاجتماعية، التفاوتات الاجتماعية الطبقية الاجتماعية يعني لا زالت يعني في هذا البلد بشكل كبير. فالنمو الاقتصادي ليس إلا وسيلة لرفع نسبة التشغيل وتحقيق الرفاه ومحاربة الفقر، محاربة الأمية، محاربة الأوضاع الهشة بالنسبة للصحة، الأوضاع الهشة بالنسبة للسكن. ومن ثم تأتي أهمية السياسات الاجتماعية لكونها تساهم في إعادة توزيع الثروة، وهذا التوزيع كما قلت يسير وفق خطين متساويين. الأول يجيب عن إشكالية البطالة بمعنى يوفر الشغل، وهؤلاء السكان النشطون الذين يقوون على العمل والذين نوفر لهم الشغل يصبحون مساهمين في الصناديق عن طريق الضرائب، دفع الضرائب. والمستوى الثاني هو توفير الخدمات الاجتماعية من بنيات تحتية وخدمات صحية إلى غير ذلك، وكذلك الجواب على الحاجيات الأساسية بالنسبة للذين لا يستطيعون العمل ولا يقوون على العمل، لنؤمنهم من الفقر ومن البطالة ومن الهشاشة. هناك اتفاق كبير بين الباحثين في العلوم الاقتصادية والاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بقضايا التنمية على أن التقدم والنمو الاقتصادي لا يحقق تلقائيا. النمو والتقدم الاجتماعي لا يعني أننا نرفع من الواردات ويصبح لنا النمو الاقتصادي 6 أو 7، معناه أننا حققنا نموا اجتماعيا وتقدما اجتماعيا، بل أكثر من ذلك أحيانا. وأعطيتكم نموذج البرازيل، فلا وجود لدليل على أن التنظيم الأكثر نجاعة للرفع بسرعة ممكنة كمية الموارد القومية هو في نفس الوقت النظام الذي يوزع بعدالة أكبر الموارد المتوفرة. بمعنى آخر هو أن إذا كان هناك نمو اقتصادي وصل إلى 6 أو 7%، ولكن إذا لم تكن هناك عدالة اجتماعية، وإذا لم تكن هناك آليات في السياسات الاجتماعية لمحاربة الفوارق الطبقية والقضاء على الهشاشة والفقر والأمية، فلا يمكن أن نتحدث عن تقدم اجتماعي. ومن هنا تصبح السياسة الاجتماعية كما قلت لكم في المحاضرة الثانية حينما عرفناها كآلية للتغيير، ليس كما يذهب الباحثون في العلوم السياسية هي آلية للإصلاح. لا، في المضامين، مضامين تشريعية، مضامين التي يعطيها المشرع لنصوص تشريعية تهدف لحماية المشغل أو الشغيلة، تهدف إلى حماية المرأة، حماية الطفولة إلى غير ذلك. هذه المضامين هي في الحقيقة من منظور سوسيولوجي تسعى لإحداث تغيير في وضعيات اجتماعية. إذن ومن هنا تتعدد مستويات الترابط بين الاقتصادي والاجتماعي. أولا تؤدي السياسات الاجتماعية في ميدان التعليم على سبيل المثال إلى الرفع من رأس مال البشري، إذن من كنعلموا الناس إذن كنرفعوا من رأس مال البشري، وبالتالي رفع المردودية والاستثمار ثم النمو. ثانيا يساهم في رفع مداخيل الفقراء، في رفع الطلب الداخلي، لأن مثلا نعطيكم نموذج يعني ما نمشيوش بعيد، نموذج الآن التدبير
الذي اتخذته الدولة مثلا بالنسبة للناس اللي فقدوا الشغل ديالهم أو اللي جلسوا يعني مع الشغل، خصت لهم واحد المنحة يعني حسب يعني الحجم ديال الأسرة. فهاد المنحة هذه غادي يصرفوا، إذا غادي يرفعوا من الاستهلاك ديال الطلب الداخلي، يعني هذيك الفلوس ما غاديش يشدها ويخزنها، وغادي يشدها هذاك رب الاسره غادي يصرف منها، غادي يخلص منها الماء، غادي يمكن يستهلك منها الامور الحاجيات ديالو اليوميه الى غير ذلك. اذا توفير الطعام، توفير واحد العدد من المستلزمات التي تقتضيها الفتره الراهنه. اذا وبالتالي يساهم في الرفع في رفع الطلب الداخلي وتوسيع السوق الداخليه، وهو ما يشجع التشغيل والنمو. ثالثا يؤدي الى ضعف العنايه او يؤدي ضعف عفوا يؤدي ضعف العنايه بالصحه على او يؤدي الى التاثير السلبي على المردوديه الانتاجيه. لان لماذا تامين الصحه؟ لماذا الان الحفاظ على الصحه العموميه؟ لان الى مشات الصحه العموميه وتهرسات وولدنا واحد العدد ديال المرضى وعدد الوفيات، هذا يؤثر. احنا كنفقدوا الان اطباء، كنفقدوا يعني واحد العدد من الاطر الى غير ذلك، غادي ياثر على 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 الانتاج، وبالتالي سينهار ليس الجانب الاقتصادي وحده ولكن حتى الجانب الاجتماعي. اذا هنا لابد من الاشاره الى تطور مجموعه من النظريات اللي رافقت هذا التطور، هذا واحد مجموعه من النظريات الاقتصاديه كانماط محدده من السياسات الاجتماعيه، وتميزت فتره تطبيق هذه الافكار بالافكار ديال كينز، الافكار الكينزيه، بوجود سياسات اجتماعيه شامله. اذا هذه الاوضاع التي سردتها امامكم ويتعلق الامر يعني كما قلت في علاقه الاقتصادي بالاجتماعي، بحيث ان المجتمعات التي ترتفع فيها الفوارق واللامساواة هي المجتمعات التي تعرف يعني في الغالب الحالات معدلات نمو منخفضه، ويزداد ارتباط النمو الاقتصادي بمدى التقدم الحاصل في التعليم والقضاء على الفقر مع بروز اقتصاد المعرفة القائم أساسا على وجود أو على جودة التكوين وعلى تحسين حياة الرأسمال البشري. إذا هنايا غادي نوقف باش نشير لكم لواحد المسألة اللي مهمة، هو أن واحد العدد من النظريات الاقتصادية اللي صاحبات هاد التطور، وبحيث أن فترة معينة وفترة مهمة تميزت بتطبيق الأفكار ديال كينز، وهذه الفترة يعني تميزت بوجود سياسات اجتماعية شاملة واستهدافية في الوقت نفسه. إذا الأفكار ديال كينز يعني كاين أفكار اللي كتأسس لسياسات اجتماعية شمولية وأفكار اللي كتأسس لسياسات اجتماعية استهدافية، ولكن الثمانينيات من القرن الماضي بدأ التفكير في الدول الأوروبية في وضع سياسات استهدافية أو فئوية بعد صعود أفكار الليبرالية الجديدة. إذا الأفكار ديال الليبرالية، وشرت لكم في المحاضرة الثانية على أن السياسات الاجتماعية تتأثر بالدين، تتأثر بالأفكار يعني ديال الليبرالية الجديدة، بالأفكار الاشتراكية، يعني بواحد العدد من الأفكار. ومن بين في الفترة ديال بداية الثمانينيات إذا تأثرت السياسات الاجتماعية في أوروبا، تأثرت بالسياسات أو بالأفكار الليبرالية الجديدة. لكن في المغرب تأثرت السياسات الاجتماعية يعني بسياسة التقويم الهيكلي التي فرضها كوصفة، فرضها صندوق النقد الدولي على الدول الثالثية من أجل الخروج يعني من المديونية التي تراكمت على هذه الدول، والمغرب كان من بين الدول التي تأثرت بسياسة التقويم الهيكلي وتأثر بالجفاف الذي أصاب المغرب في بداية الثمانينيات. إذا هنا يتم تبرير هذا التحول في السياسات الاجتماعية على ضرورة تخصيص الموارد لمن هم في حاجة إليها. إذا هنا كاين واحد المفهوم آخر، هو أن هذه الموارد ينبغي أن تخصص للذين هم في حاجة، الناس اللي هما في حاجة لهاد الموارد هذه. وبالتالي لم تكن هذه السياسة فعالة، ففي فترة الإنفاق الاجتماعي الشامل والكبير ظهرت مشاكل اجتماعية كثيرة مثل البطالة، مثل الهشاشة، مثل الإقصاء الاجتماعي إلى غير ذلك من القضايا.
الآن سأمر إلى المحور الثاني في هذه المحاضرة، ويتعلق بأصناف السياسات الاجتماعية. إذن كما تعلمون ومن خلال المحاضرة الأولى والثانية، هناك تطور علاقة الدولة بالسياسة الاجتماعي، علاقة الدولة بالسياسي أو بالاجتماعي عفوا. وهذه العلاقة فرزت لنا صنفين من التدبير الاجتماعي أو صنفين من السياسات الاجتماعية. الأول يتعلق الأمر بالسياسات الاجتماعية الاستهدافية، أو عفوا السياسات الاجتماعية الشمولية. وتتميز السياسات الاجتماعية الشمولية يعني بكونها من حيث المبدأ تسمح للجميع من الاستفادة من الموارد، جميع الأفراد المجتمع ينبغي أن يستفيدوا من التعليم، أن يستفيدوا من الصحة، أن يستفيدوا من كل خدمات الدولة. هنا مثلا التعليم العمومي في المغرب، مثلا أعطيتكم نموذج المغرب مثلا قبل الثمانينيات، قبل ما يتأثر أو تأثر يعني السياسات الاجتماعية أو السياسات العمومية لنقول، قبل أن تتأثر بسياسة التقويم الهيكلي، كان التعليم بالمغرب يمكن الفئات الفقيرة والغنية على السواء من الولوج للمدرسة العمومية. ما كانش فرق بين الأبناء الأغنياء وأبناء الفقراء، كل شيء كان كيولج للمدرسة العمومية، كل شيء كان كيقرأ، كل شيء كيستفد من الصحة إلى غير ذلك. وكذلك تسمى هذه السياسات الشمولية لكونها لا تخضع المستفيدين لمعايير ولشروط. يعني كانت سياسات مثلا التعليم تنقولوا المغربة والمجانية، إذن التعليم هو مجاني، بحيث ما كناش كنقولوا مثلا في المغرب في فترة من الفترات ما تنقولوش أن التعليم مجاني لهذه الفئة. باش نميز لكم أو نوضح لكم المسألة أكثر، مثلا الإعانات اللي بدأت كتصرفها الدولة من اليوم لمجموعة من الفئات وضعت شروط، هذه ماشي سياسات اجتماعية شمولية، هذه استهدافية تستهدف فئات، إذا تستهدف فئات معينة. إذا لا تخضع يعني للمستفيدين لشروط ذات طبيعة مادية أو اجتماعية أو قانونية، ولا يعني غياب هذه الشروط بالضرورة كون الخدمات التي تقدم في إطار هذه السياسة هي مجانية، بل تكون هناك دائما تكلفة يؤديها المستفيدون. هذه التكلفة تأتي عن طريق الضريبة، لأن كان دفعوا ضرائب إلى غير ذلك. السياسات الثانية أو النوع الثاني هي السياسات الاجتماعية الاستهدافية. هنا يتم الحديث عن فشل السياسات الاجتماعية الشمولية بدعوى عدم استفادة الأغنياء منها أكثر، لأن أو بدعوى عدم استفادة الأغنياء منها أكثر من الفقراء. لأن في الحقيقة ماشي عدم استفادة الأغنياء، لأن السياسات العمومية يعني كانت شاملة، وبالتالي الأغنياء هما اللي استفدوا من هذه السياسات أكثر من الفقراء، وبالتالي بدأ وضع سياسات اجتماعية استهدافية. معنى ذلك أنها تستهدف فئات تضع شروطا للاستفادة من هذه الخدمات. مثلا لاحظتوا أن اللي غيستفدوا ابتداء من اليوم من الخدمات أو من الإعانة اللي صرفتها أو الدولة هما واحد المجموعة من الناس اللي كيتوفروا على واحد الوضعية معينة تحدد بقانون معين. أختم محاضرة اليوم بالتالي، وأن منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي تعددت الخدمات المقدمة بشروط لفئات غير مندمجة في سوق الشغل، وما يسمى بمنطق الخدمات الاجتماعية الدنيا، والتي يمثلها بشكل كبير تعدد هذه الخدمات الموجهة لهذه الفئات الهشة، وتشترك هذه الخدمات في كونها أقل من الموارد التي يمكن الحصول عليها من الشغل، تعطي بدل سكن بدل كذا، ولكن إلى اشتغل كيحصل على موارد أكبر. أختم كذلك هذه المحاضرة أن هذه النقاشات التي كانت منذ أواسط السبعينيات قادت منظمات الدولية للدفاع عن السياسات الاجتماعية الاستهدافية،
واعتبرت النخب السياسية والإدارية هذه الحجة أساسية لاكتساب الشرعية لدى الفئات الاجتماعية. إذن ولات النخب السياسية يعني كتسوق هذه السياسة الاجتماعية الاستهدافية من أجل استمالة الناخبين ومن أجل تأسيس تبعية بينها وبين الناخبين. أختم هذه بهذه الأفكار، أختم هذه المحاضرة، وأستودعكم الله إلى اللقاء في محاضرات قادمة، وشكراً.